السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شات جي بي تي هو طبعا اوبن اي اي، ففي حاجة برضه طبعا اوبن اي اي اللي هي بلاي جراوند، وده نفس الفكرة برضه وكل حاجة، لكن هتلاقي شوية اختيارات وامتيازات زي ما نشوف مع بعض. زي مثلا انت ممكن طبعا تيجي هنا وتقول له what is the largest country وتقول له submit، فهو يجاوب على طول على السؤال، بس عاد بيبقى اسرع زي ما انت شفت. تمام، بيقول له اكبر دولة هي روسيا. تمام، in the world by area. تمام، هو زود الحتة دي من عنده توقعها وجاب لي ان اكبر حاجة 17، يعني قد مصر 17 مرة. طيب هقول له بعد كده انا ممكن بالصوت what is largest countries، هو بقى يحولها. تمام، تقدر تعدل فيها او تقول use as input. وتقول له سبميت، هو يبدأ يجاوب عليه. تمام، بيقول لك اكبر حاجة روسيا وكندا الصين الحاجات دي كلها. طيب لو انا عندي ملف معين ام بي 3 او ام بي 4 او كده، طيب خلينا نحمل ملف دلوقتي. حمل مين بقى؟ هاجي هنا واقول له ان عايز اخش على اليوتيوب. عايز احمل ملف من اليوتيوب، احمل ايه بقى؟ احمل معايا مثلا، اقول له انا عايز ايلون ماسك انترفيو مثلا، اي واحد فيهم هتنفع يعني، مش شرط، ممكن تجيب حاجه كبيره صغيره، انا بدور على حاجه ما اكونش بير فيها بس. تمام، خليني اقول له مثلا من الخصائص انا عايز حاجه تكون ايه اقل من 4 دقايق. تمام، طيب اخد دي مثلا كوبي لينك ادرس، وهاجي هنا واقول له داونلود ام بي 3 فروم يوتيوب. مش لازم بايثون، انا ممكن حتى اقول له اونلاين، يعني مش لازم تستبرم كل حاجه. الموقع ده كويس، قول لي عليا ان انا احط اللينك هنا. هو بيقبل كل الحاجات دي، لكن انا عايز اديله صوت، فاقول له داونلود، اقول له داونلود. واروح مسافه عندي هنا مثلا على الداونلود، هاجي هنا واقول له ان انا عايز ارفع الملف من عاد داونلود اهوت. هو يبدأ يحول ملف الصوت لتكست، وممكن بعد كده ملف الصوت دوت بعد ما تحول لتكست اقول له لخصه لي، اقول له ترجمه لي، كل اللي انا عايزه. خلاص انا بقى معايا الملف اهوت اهو، يوز از انبوت. تمام، بليز سمرايز ذا تكست. تمام، فهيبدأ بقى يلخص الكلام اللي فوق، بدل الكلام ده كله يلخصه لي في صور. طيب ممكن تقول له مثلا، طيب ترانزليت تو عربي، واقول له سبميت. فترجم عالي. طيب ممكن بقى في حاجات حلوه بقى لذيذه، ان انت ممكن تيجي هنا وتقول له جرامر ستاندرد انجلش. تمام، فيبدا يصلح لك الحاجات، تكتب الجمله اللي انت عايزها هو يبدا يصلح لك الحاجات. فبقى عندك مترجم تكست تو كومنت، اكتب تكست وحوله لك للاوتبوت. تمام، تقول له والله طب انا عايز اسئله واجوبه. تمام، دي امثله. تمام، انا عايزك مثلا اكسبلين كود، اديله كود وهو يبدا يشرحه لك، يعني انت تكتب الكود وتختار اكسبلين كود وهو يبدا يشرح عليه.
عالجنب هنا تلاقي المود، هنا انت عايز تشتغل تركز على شيت ولا انسيرت ولا ايديت، تمام؟ فيبقى في انسيرت وسبميت. وممكن تقول له مثلا عايز المود مثلا كودك او تكست جي بي تي 3 وهكذا.